المستشار يقر بأن بلاده لن تستطيع الاستغناء عن الغاز الروسي. نياهاما يعتزم استثمار 4.5 مليار يورو في رعاية الأطفال. تشالنبرغ: استبدال بوتين ليس حلاً في حرب أوكرانيا. اعتقال 10 شبان بتهمة الترويج لتنظيم داعش والشيشان. النمسا الخامسة أوروبياً في عدد طلبات اللجوء. واكتشاف حذاء عمره 2000 عام يعود لطفل أثناء أعمال بحث. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أكد المستشار النمساوي كارل نياهاما أنه لا يمكن تجنب شراء الغاز من روسيا، وهذا أمر غير سار من الناحية الأخلاقية. وأشار إلى أهمية أمان إمدادات الطاقة وتوفيرها للناس، حيث تعمل النمسا على تنويع مصادر الغاز بعيدا عن روسيا من خلال ألمانيا وإيطاليا، كما أكد أن شركة OMV لديها عقود مع شركة غاز بروم لتوريد الغاز حتى عام 2040، وفسخ هذه العقود سيكلف الكثير، فيما تنتهي صلاحية عقد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى النمسا في نهاية العام المقبل. قال المستشار النمساوي كارل نياهاما أن رئيس حزب الحرية النمساوي هيربرت كيكل قد تطرف لوحده، مؤكدا عدم المشاركة معه في أي حكومة مستقبلية. وأعلن في مقابلة مع ORF عن استثمار 4.5 مليار يورو حتى عام 2030 في رعاية الأطفال، مؤكدا أهمية تقديم الرعاية لهم منذ عامهم الأول وزيادة نسبتها إلى 90% في عامهم الثاني. أما بخصوص البيئة، فقد أعرب عن تحفظه حيال قانون حماية البيئة المحتمل وأهمية التعامل مع التغير المناخي، وأشار لدعمه براءة سباستيان كورتز من التهم الموجهة إليه. oft sehr unterschiedlich sind, brauchen sie diese Begleitung und die Unterstützung vom Bund. Und wir sind in einer außergewöhnlichen Phase. Sie wissen ja, wir haben über 200.000 offene Stellen in Österreich. Die Wirtschaft wird nicht müde, das. أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ أن تغيير السلطة في موسكو ليس حلاً للأزمة في أوكرانيا. وشدد على دعم أوكرانيا في استعادة سيادتها وسلامتها الإقليمية، وقال أنه ليس بالضرورة أن يكون خلفاء بوتين ديمقراطيين نقيين، مؤكداً على أهمية تطبيق القانون الدولي على الدول النووية ورفض حصانتها. واستنكر شالنبرغ تصنيف مجلة ذا إيكونوميست للنمسا على أنها من أصدقاء روسيا الأغبياء، ودعا إلى بناء جسور التواصل مع روسيا والصين عبر الحوار والتفاهم. Regierungswechsel führen Auseinanderbrechen Russlands. Das ist, man muss weiterhin wissen, die größte Atommacht auf dieser Erde. Und gerade der Marsch von Prigozhin und seiner Söldner Richtung Moskau sollte uns eigentlich zeigen, dass wir ein bisschen hüten sollten, was wir uns eigentlich wünschen. Ja, es ist eine Herausforderung. Ja, es gibt einen internationalen Haftbefehl gegen den Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin. Aber das Ziel muss sein, dass wir die Ukraine unterstützen mit der Wiederherstellung der Souveränität und territorialen Integrität. Und es geht nicht darum, dass Russland verliert oder Russland sozusagen in Teile aufgebrochen wird oder dass dort zu einem Regimewechsel kommt. اعتقلت المخابرات النمساوية 9 شبان وفتاة متهمين بالترويج لدعاية إرهابية لتنظيم داعش في ولايتي النمسا العليا والسفلى. وحسب بيان وزارة الداخلية، تم تعقب عدة أعضاء في الجماعة تتراوح أعمارهم بين 15 و23 عاماً بتهم المشاركة في تنظيم داعش وإمارة القوقاز، حيث تم تفتيش منازلهم ومصادرة هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر ومواد دعائية للجماعات الإرهابية. وبيّن أن المتهمين هم من النمسا وتركيا والعراق وروسيا وكرواتيا أو عديمي الجنسية. احتلت النمسا المركز الخامس بين الدول الأوروبية بعد ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا في أعداد طالبي اللجوء في النصف الأول من العام 2023. وسجلت النمسا قرابة 23 ألف طلب لجوء،
فيما تم تسجيل حوالي 519 ألف طلب في الاتحاد الأوروبي، إضافة للنرويج وسويسرا بزيادة 28% مقارنة بالعام السابق، وتوجه حوالي 30% منهم إلى ألمانيا، تلتها إسبانيا وفرنسا وإيطاليا. وأشارت وكالة اللجوء الأوروبية إلى أن عدد الطلبات قد يتجاوز المليون نهاية العام، فيما جاء معظمها من سوريا وأفغانستان وفنزويلا وتركيا وكولومبيا، وتم الموافقة على حوالي 41% منهم. عثر خبراء ألمان من متحف التعدين الألماني على حذاء طفل يبلغ عمره أكثر من 2000 عام في منطقة دورنبرغ بجوار هالين في سالزبورغ. وقد وجد الحذاء الجلدي وهو في حالة ممتازة في منجم جبل قديم، حيث يتم استخراج الملح الصخري منه، وبالتالي ساهم الملح في الحفاظ على الحذاء وبقائه. وتبين أن الحذاء مقاسه 30 ويعتقد أنه من القرن الثاني قبل الميلاد. يذكر أن عمليات الحفر هناك من أجل فهم عملية التعدين وحياة العمال في العصور الحديدية. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم مشاهدينا، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.